How are you today, third grade? Please open your workbook at page number 40. Check up exercise number one. Complete the sentences with verbs from the box. Use the past tense. رح نكمل الفراغ باستخدام الأفعال الموجودة بالبوكس لكن رح نرجعهم للماضي ورح نضيف إيدي للفعل الباس فورم اللي عنا باس فورم يعني الفعل اللي بيكون خالي من أي زيادة باس فورم باس بحالته الأصلية ورح نضيف إيدي كونه هاي الأفعال كلياتها regular verbs regular verbs أفعال منتظمة بتقبل إضافة إيدي بالماضي live left mend mended push pushed pull pulled fetch fetched walk walked cook cooked use used Number one, the children walked to the river and fetched water. Two, Billy pulled a big fish out of the river. Three, we cooked eggs for our dinner last night. Four, Dad mended the chair. He used a hammer and nails. Five, the king and the queen lived in a castle. Six, Tom pushed his bike up the hill. Two, complete the questions. Use the past tense. الآن في عنا سؤال ناقص وإحنا لازم نكمله. شوف number one. هلأ who ال W هون silent بمعنى من. عم نسأل عن عاقل عن إنسان عن شخص. الجواب the girl helped her father. واضح من الجواب إنه هم عم يسألوا عن من ساعد الأب. The girl who helped her father. Who helped her father. هون بعد الفعل أو بعد سوري بعد اسم السؤال أو كلمة السؤال سوري كلمة السؤال بيجي بعدها الverb والverb هون عندنا اللي هو helped. بعدين رح نستخدم الضمير للشخص اللي بدنا نسأل عنه بعدين المفعول به أو الأوبجكت إذن who helped okay number two what تستخدم للسؤال عن الأشياء وهون بهذا السؤال رح نحتاج ل verb to do أو الأفعال أو عائلة do هلأ دائما لما ما يكون عندنا فعل مساعد بالسؤال ومنكون بحاجته مش زي بالسؤال اللي فوق السؤال اللي فوق مع هو ما بنستخدم فعل مساعد اوكي على طول حكينا هو helped her father هون what لازم يكون عندنا فعل مساعد لازم يكون في عندنا helping verb ودائما الverb to do العائله do بتكون جاهزه دائما وغنيه وبتساعد الكل مين ما احتاج بروح بيعطي هلا عائله do مكونه من do و does و did do و does للمضارع للإشي اللي بصير بالحاضر مش للماضي اللي انتهى وخلص اللي احنا هلأ منا نستخدمه وشو خلانا نعرف انه انا بدي اسأل عن إشي ماضي لانه الجواب فيه the boys played skittles played ماضي لعبة فانا رح اروح لمين ما رح اروح لا do ولا does رح اروح لدد دد بتنفع مع الجمع plural ومع السنجولر طيب نعتبر انه عائلة دو هي مكونة من ثلاث أشخاص الشخص الكبير اللي عمره كبير ماشي الجد نعتبر إنه الجد هو دت وساكن بأول غرفة عشان ما يطلع درجة كتير ودائما أي حدا بده منه مساعدة على طول بيلبي النداء وبيحكي أنا جاهز بدي أساعد فرحنا على مين؟ رحنا على عائلة دو أخذنا دت استخدمنا دت هون What did the boys play؟ ماذا لعب الأولاد؟ Number three, the question is yes or no question. اللي هو السؤال الإجابة بنعم أو لا. كيف عرفنا لأنه الجواب أو الانسر هو yes, the children fetched water. طب السؤال شو بيكون؟ السؤال بنشيل yes, بنشيل الكومة وبنحط did زي ما عملنا فوق. رحنا استعملنا did. لكن هون ما كان في كلمة سؤال. إحنا على طول حطينا did. The children fetch water هون ما رح نخلي الايدي مع fetch لان استعملنا did اوكي طيب number four did the princess live in a castle هل تعيش
الأميرة في قلعة. طيب شو عملنا؟ بس إن شلنا يس، شلنا الكومة، حطينا ديت، وبعدين كملنا السؤال زي ما هو، لكن شلنا الإي دي من لف، ما خليناها لفت، ضلت بيس فورم لف، شلنا الإي دي وكملنا، وبدل ما نحط كومة، بدل ما نحط فول ستوب بنحط question mark. Number five. Where did they travel؟ أين سافروا؟ طبعا رح نستعمل did بعد where. where هنا للسؤال عن المكان، أين للسؤال عن المكان. where where they where did they travel travel not traveled. رح نشيل الإيدي. okay across America. question number three. change the sentences. use no and not. هلأ هون negative، بدنا نحول الجملة من مثبتة لمنفية باستخدام نو. طبعا لازم نروح على عائلة دو وناخد الختيار ديد ونحكي له تعال ساعدنا، احنا بنحكي عن اشي ماضي. The boy did not chop a tree. chop من دون الايدي. okay. dad did not mend the broken window. three. The girls did not play football. ما ننسى did بتيجي مع المفرد ومع الجمع. 4. Mom did not cook a fish for dinner. 5. The boys did not walk to school.